في الكنترول حصول الأصوات كانت لمن؟ المغادرة، فيما أخذ معهم كلمة ختامية من غير شر. خالد، لو كنت مودعا إيش حاب تقول؟ والله يا أبو سعد، إن كنت مودع ولا موجود بإذن الله آخر إبراهيم هذا. هي صحيح تحزب الخاطر أني تارك وظيفة وجاي، لكن منافسة وإن طلعت منها أنا مستخير قبل كل شيء، فالخير قدامي سواء هنا ولا برا إن شاء الله. حبيبي سعيد، لو كنت مودع الآن إيش حاب تقول؟ والله شيء خير ومكتوب، وإن شاء الله الخير قدامنا، وإني نحمد الله كسبتها أخويا لولي كلهم معرفتهم على راسي وبس. والله حزين جدا أنا، وأحيانا الحزن يحيي شيء بداخلي، فهي طبيعة بشرية وتركيبة لهذا الشخص، سواء أنا عجبتك ولا ما عجبتك. في النهاية لابد أن أعلن بكل حب من سيودع في أول برايمات الاستديو. ماجد تفضل معي، معجب الرايح بعد إذنك، عليها الطيب. أحمد الحاصل بعد إذنك.